Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak tipikiran anak MDTA, yang mana tadi kita telah menghafal yaitu bersama-sama surat Al-Impitor. Sesudah surat Al-Impitor, sekarang kita sama-sama menghafal surat Al-Mutaffifin. Untuk itu kepada anak-anak semuanya, mari sama-sama dengarkan. Bapak akan membaca surat Al-Mutaffifin. Untuk itu nanti baru sama-sama kita membaca dan menghafal surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina ijtaalu 'alan naasi yastawfuun wa ijaakaluhum aw wajanuhum yuhsiruun ala yajunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun liyaumin 'adziim يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يسرو بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يتقون وإذا مروا بهم يتغمجون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبون فاكهون وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ بَلْ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل سيب الكفار ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.